من بروكسل عبر الهاتف ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي معنا في النشرة الصباحية. يعني هذه ليست المرة الأولى التي نتابع فيها فيديو مماثل عن اعتراض مواطنين سوريين على مواقف أو أحداث معينة يتبعه ويرافقه فيديو اعتذار ومحاولة انسحاب من الفيديو الأول. تحديدا في هذه القضية ما الذي حصل ولماذا كان هذه البلبلة التي حصل عليها الفيديو الأول؟ نعم صباح الخير. طبعا عواطف لن تكون الأخيرة في بجمهور النظام الذي يقوم بانتقاد النظام بأشرطة مصورة وبعد ذلك يعتبر حذاء بشار الأسد فوق رأسه والبوط العسكري فوق رأسه. وشاهدنا فنانين كانوا يعتبرون حسن نصر الله وبشار الأسد فوق رؤوسهم وبعد ذلك ينتقدهم بأشرطة مصورة. ما قالته عواطف هي تريد أن تقول بأن نجلها الجريح وأعتقد بأن زوجها ونزلها الآخر هم قتلوا في اشتباكات مع قوات النظام أو ضد المعارضة لصالح قوات النظام في أوقات سابقة. هذه السيدة كانت تعترض ليس على بشار الأسد ولا على نظام بشار الأسد، هي تريد أن تقول لماذا الجرحى الذين كانوا محتجزين في صالة من الصالات الرياضية التي في خلال افتتاح أسماء الأسد. أسماء الأسد لا أعتقد يعني ما هو منصبها، يعني نسمي الأمور مسمياتها، ما هو منصبها كي تفتتح دورة رياضية في اللاذقية. هي اعترضت لماذا لم يشاهد ابنها أسماء الأسد ولماذا ابنها كان في صالة أخرى محتجز ولماذا هي عادت سيد رامي في الفيديو الثاني وانتقدت سوء التنظيم، يعني المسؤولين المحيطين وكانوا مسؤولين عن تنظيم هذه الدورة أو هذه الفعالية، وبالتالي هل السبب أو كثرة التذمر هم من المسؤولين والدائرة المحيطة ببشار الأسد وزوجته، أم هي تململ مبطن من النظام نفسه؟ لا هو يعني بشار أسد يوضع على جنب بالنسبة لجمهور النظام وأسماء توضع على جنب وفقط ينتقد من هم في الدائرة المحيطة. ويعني أنا كنت أقرأ بعض التعليقات من الذين شاركوا في هذه الفعالية، بعض الجرحى قال مشينا كيلو متر ولم يتكرم المحافظ أو نائب البرلمان بأن يقوم بنقلنا. ما قالته هذه السيدة هي عبرت عن جرح موجود في يعني في جمهور النظام من ممارسات النظام بحق هؤلاء جرح قوات النظام وهم في عشرات الآلاف، فقط يظهرون مع أسماء الأسد في أشرطة مصورة وفي زيارات لبشار الأسد وأسماء الأسد إلى منازلهم، بعد ذلك تعود الأمور على ما كانت عليه. فقط من لديه واسطة لدى النظام هو الذي يحقق ما يكاسب. ولكن لماذا غيرت هذه السيدة كلامها من يوم إلى اليوم الآخر؟ ما الذي يمكن أن تكون تعرضت له سيد رامي بأقل من 30 ثانية لو سمحت؟ بأقل من 30 ثانية ضغوط من المخابرات وترجي من جمهور النظام بأنه لا تريد أن تشمت المعارضة بشار الأسد ونظامه. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من بروكسل رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.